إذا دخلت الجنة ستكتشف أنها أجمل بكثير من خيالاتك، وأروع بكثير من تصوراتك، وأهنأ بكثير من أحلامك. في الجنة ستشعر بتفاهة ذلك الهم الذي استولى على قلبك في الدنيا، ستشعر بحقارة ذلك المرض الذي أنهك جسدك في يوم من الأيام. وعندما تقف عند باب قصرك وتنظر لمساحاته الهائلة وأنواره المشعة، تعلم يقينا أن الدنيا، كل الدنيا، لا تساوي شيئا. وحين تسمع يا أهل الجنة خلود فلا موت، تطمئن أن كل الوجوه التي تراها في الجنة لن تفجع بمغادرتها في يوم من الأيام. في الجنة لن تسمع أبدا جبر الله مصابك، ولن تقع عينك على عين بائس ومهموم، ولن تجلس في مجلس غيبة وبهتان. في الجنة كل القلوب بيضاء، فلن تجد من يحمل عليك في قلبه الحسد والبغضاء. في الجنة لا خوف من القادم المجهول، ولا توجع على الذكريات الراحلة. الأمراض، الأوجاع، الأحزان والهموم كلها ستنساها في أول دقيقة في الجنة. الجنة هي المكان الذي لا تستطيع الأرض منحنا إياه. إنها الحب الذي بخلت به الدنيا، والفرح الذي لا تتسع له الأرض. إنها الوجوه التي اشتقنا إليها، والوجوه التي غادرتنا دون أن نقول لها وداعا، ودون أن نخبرها بالحب الذي في قلوبنا. الجنة استقبال الفرح، ووداع المعاناة والحرمان. الجنة موت المحرمات، وموت الممنوعات. الجنة موت الملل، وموت التعب، وموت اليأس. الجنة موت الموت.